النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية لطالما تغنى به السعوديون وفاء لوطنهم منذ عقود من الزمان، ولا يزال كل سعودي يصلح بهذا النشيد في جميع المحافل. حكاية ولادة هذا النشيد نسمعها من كاتب كلمات الشاعر السعودي الراحل إبراهيم خفاجي في آخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته رحمه الله. الملك خالد رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع المسلمين راح مصر، فأعجب بالسلام الملكي المصري، لأنه سواه سيد درويش بلادي بلادي، فكان السلام الملكي يردده تقريبا نص مليون. بيقابله في مهرجان مقابلة الملك خالد، فأعجب، يبغوا عليه كلام، والكلام مشروط إنه يتساوى مع سياسة الدولة الدينية وما فيها اسم ملك معين. فبدأ كلفوني وأنا في القاهرة، فجلت ستة أشهر علشان أجيب الكلمات، أولا إنه سياسة دينية سياسة دولية، سارع للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر العلم يحمل النور المسطر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، رددي الله أكبر يا موطني. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني.